نروح بقى لحكايه تانيه ألذ واجمل والطف وكل حاجه حلوه. بعثتنا البارالمبيه عامله اداء رائع جدا جدا في اولمبياد باريس، 6 ميداليات حتى الان، وطول الوقت متعشم اكتر واكتر واكتر، كلهم ابطال وكلهم رائعين، ويجوا مصر ان شاء الله ونحطهم فوق الراس، واحسن احسن واحلى تكريم في الدنيا كل الابطال الرائعين. معايا من فرنسا من باريس زميلنا المميز دوما اللي عامل شغل عظيم جدا في باريس، حسام زايد. يا حسام مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا دايما. كريم ازيك، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي رقم 10، وكل سنه وانت طيب طبعا بعد رجوعك من الاجازه، وان شاء الله موسم متالق فيك العاده يعني. حبيبي يا حسام، طبعا الايام الاولى في الدوره البارالمبيه كانت قلقتنا شويتين ثلاثه، هي فين الميداليات؟ مش راضي يجي ليه الميداليات؟ واحنا دايما بنتعشم في ابطالنا ان هم يعملوا انجازات عظيمه في اولمبيات او في البارالمبيات. بعد كده صحيح. العمليه فتحت وبقت حلوه. بقت حلوه. صحيح طبعا. قول لي يعني بقى بعد الميداليتين الذهب الامور اختلفت تماما. صحيح. لكن برضه في البدايه عايز اقول نقطه مهمه، انه الناس كلها كانت مستعجله على الميداليات في البدايه. طبيعي طبعا اي بعثه المقياس بتاع النجاح هو الميداليات. فطبعا في 10 لعبات مشاركين من مصر، منهم 3 رياضات بيشاركوا لاول مره، البوتشيا وكرة الهدف بتعود بعد غياب 32 سنة، والتجديف البارالمبي والكاياك البارالمبي، 3 ألعاب بيشاركوا لأول مرة، ولعبة بتعود من بعيد بعد غياب 32 سنة. فطبعا الكل كان منتظر، لكن الألعاب دي هي اللي كانت مشاركة في البداية، كان لسه يعني بالعربي كده أو بالمصري التقيل لسه ما جاش، لسه ما بدأش. كان لسه كان عندنا أمل كبير طبعا في بعض الابطال، كان سلمى كانت قريبه جدا في التايكوندو، في البارا تايكوندو، ان هي تحقق ميداليه، لكن خدت المركز الرابع، فطبعا اداء مميز منها يعني. لكن جه بقى بدايه رفع الاثقال، كان هو ده بدايه حصد الميداليات، بدايه الحصاد. محمد المنياوي هو اللي قص الشريط بميداليه ذهب، وبصراحه يعني كان شعور مختلف تماما انك تاخد ميداليه ذهب والسلام الوطني يتعزف في باريس قدام العالم كله، بصراحة إحساس يعني ما بعده إحساس. صح. وبعديه بقى أقل من ساعتين رحاب رضوان كمان بتجيب ميدالية ذهب تاني، فأنت بتحس إن طاقة القدر اتفتحت لك. أيوة. في يوم. أيوة. الميداليات بدأت خلاص، الضغوط اتشالت من على كل اللعيبة، اللعيبة نازلة خلاص بتلعب بأعصاب هادية. حسام ممكن أسألك سؤال شخصي جدا ومهني طبعا يعني، تمام؟ قول لي كده وأنت حاضر السلام الوطني لمصر وإحنا بناخد الذهب، احكي لي. اصلا انا قدام التلفزيون انا بقعد جسمي بيقشر وبحس بمشاعر كتير قوي، كلنا يعني كلنا كمصريين مش كريم لوحده. انت بقى وانت جوه الارض الملعب او في الصاله بتبقى حاسس بايه؟ والله كريم بص، هو يعني الواحد دي مش مزايده، بس يعني حقيقي احساس مختلف يعني، ان السلام الوطني يتعزف وانا يعني حتى الزملاء احيانا في الفيديوهات اللي انا ببعتها من هنا يعني بيقولوا لي يعني حاول تسيطر على صوتك، يعني انا صوتي طالع في اغلب الفيديوهات في السلام الوطني. صح. وفي التشجيع وفي كذا، فغصب عننا بجد، خاصه ان انت يعني حتى زمايلنا في البعثه الاعلاميه والصاله طبعا يعني جمهور قليل يعني، من الغالبيه طبعا جمهور اوروبي. فبتحاول ان انت بتعمل شغلك ونفس في نفس الوقت بتحمس اللعيبه، بتشجع، بتهتف، لانه في النهايه باسم البلد. فبصراحه كان احساس يعني رائع جدا، وعايز اقول لك يعني اللحظه يمكن اللي اتاثرت فيها اكتر من الميداليه الذهب المنتخب الكره الطايره بصراحه. كريم يعني ده انا دموعي نزلت في الفرحه بتاعه اللعيبه وفي الفوز، لانه كان ماتش صعب جدا، وكل واحد فيهم عنده قصه يعني. انا بتكلم معاهم قبل الماتش، يعني فيهم واحد لاعب كان لسه ربنا رزقه بمولود قبل السفر على طول، اسمه يعني احمد خميس، اللاعب ابنه اسمه سليم، لسه واصل الى الدنيا ربنا يبارك له فيه، قبل السفر بما فيش ايام قليله، ما كملش اسبوع، فقال لي انا نفسي اجيب ميداليه عشان يعني يبقى ابني وشه حلو عليا وهدي له الميداليه. في الكابتن مطاوع ابو الخير، اكبر لاعب في المنتخب، لعب العاب قوه بارالمبي وحقق ميداليات، وراح لعب لعبه ثانيه اللي هي الطايره جلوس وبرضه عمل فيها ميداليات. فانت بتتكلم على قصص الله. ملهمه بجد في الابطال دول في لعبه التنس الطاوله البارالمبي. عندنا لاعب لأول مرة في التاريخ بيشارك عنده ضمور في العضلات، وده طبعا حالة نادرة جدا، زي حالة يا ربنا يشفيه يا رب بطلنا مؤمن زكريا، ربنا يشفيه يا رب. فطبعا بيشارك لأول مرة في تاريخنا في حاجة زي كده. في قصص كتير جدا ملهمة
يا كريم مش بس انجازات رياضيه في البعثه البارالمبيه، لا والله ده في قصص ثانيه ورا الابطال دول، اكيد يعني هيجي وقت وهنحكيها بالتفصيل عن كل بطل فيهم ان شاء الله. يا حسام مستنيين ايه كمان يا حسام؟ ان شاء الله ان شاء الله. خلاص بكره اخر يوم عندنا في ثلاثه هيلعبوا رفع اثقال ان شاء الله. عندنا امل ان حصاد الميداليات يزيد، احنا لغايه دلوقتي 6 ميداليات، 2 ذهب 2 فضه 2 برونز، ان شاء الله بكره عندنا امل انه الميداليات تزيد على قدر المستطاع، يعني على الاقل ننتظر ميداليتين تاني ان شاء الله ايا كان لونهم يعني ان شاء الله. وكمان حفل الختام بكره الساعه 9، وان شاء الله البعثه ترجع على القاهره يوم الثلاثاء باذن الله. قبل ما نسافر عشان كنا متوقعين يبقى معانا كم ميداليه او نرجع بكم ميداليه؟ شوف هو يعني يمكن اللجنه البارالمبيه شويه يعني اختلفت عن اللجنه الاولمبيه او البعثه الاولمبيه، انه الناس رفضوا يقولوا اي توقعات في الميداليات، هم طبعا كانوا حاسبين حساباتهم كويس وشايفين اتعلموا الدرس، قال لك لا يا عم مش هعمل على نفسي، مش هعمل على نفسي يعني لا تقال ان دي اكبر بعثه ولا تقال ان هنجيب عدد ميداليات كذا ولا بس يعني كان التحرك في صمت وخطوات ثابته لغايه لما ربنا كرم باول ميداليتين ذهب، وبعد كده الميداليات توالت الحمد لله لغايه لما وصل العدد لست ميداليات النهارده يعني الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله خير. حسام زايد الناقد الرياضي زميلنا العزيز من فرنسا، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.